السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد. بالنسبة لهذا الفيديو هذا فهو بخصوص توجه المغرب نحو تلقيح الأطفال البالغين من العمر أكثر من 5 سنوات. بالنسبة لهذا الموضوع هذا بخصوص تلقيح الأطفال أكثر من 5 سنوات فغادي يكون بشرطين أساسيين، بحيث أنه من المنتظر أن تعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة عن توسيع الفئات المستهدفة من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا لتشمل الأطفال البالغين من العمر ما بين 5 و11 سنة. وبالنسبة لهذا القرار هذا إلى تطبق رسميا فغادي يكون استجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة العلمية الوطنية والتي أجمع أعضاؤها مطلع هذا الأسبوع على ضرورة تطعيم الأطفال الذين تفوق أعمارهم 5 سنوات. ووفقا للمعطيات المتوفرة فهذا التلقيح هذا غادي يشمل فقط الأطفال اللي تعانيوا من أمراض مزمنة بحال الربو وأمراض القلب وغيرها، شريطة الحصول على موافقة صريحة من أولياء أمورهم. إذا كما قلت لكم بالنسبة لهذا التوجه اللي غادي يقدر ياخذه المغرب خلال الأيام المقبلة من أجل تلقيح الأطفال أكثر من 5 سنوات فغادي يكون وفق شرطين أساسيين اللي هما فقط غادي يلقحوا الأطفال اللي تعانيوا من أمراض مزمنة، وكذلك بالنسبة للشرط الثاني هو شريطة الحصول هاد الأطفال على موافقة صريحة من أولياء الأمور ديالهم. اذا كان هذا الشيء هو اهم ما جاء في الفيديو ديالنا ديال اليوم، فالى عجبك الفيديو ما تنساش دير لي جيم، كذلك تخلي لنا شي تعليق تحفيزي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.